أنا مانيش حابة نتعمق ونفهمكم، لأنه درست عليه وقريت أنا إنسانة قارية ودرست عليه مع الباك جراوند اللي عندي في الجانب الديني. دونك كي تجي عيب لو كان نقول نجي نقارن، خاطرش هذا العلم هذا ما عنده حتى علاقة بالدين الإسلامي، وما كان لا واحد يبدا يقول لي الديانات الأخرى، خاطرش ما كاش منها كاع. دونك تبدا تفتح عليك واحد الباب اللي ربي يغلقها علينا احنا البشر باش ما ندخلوش في فوضى. تروح انت تفتح هذيك الباب وتدخلها، واش راك حاب تستنى هذاك الشياطين اللي ربي يغلقهم علينا، تروح انت لزربهم تخلط فيهم، واش حبيت تستنى؟ يقول لك مرحبا.